شنو المشكلة اختي اللي عندكم؟ اولدي انا دي واحد السيده قالت لي قالت لك دخلت واحد الجمعيه ديال الوفاق. قربي لي. قالت لك دخلت واحد الجمعيه ديال الوفاق. ايوا قالت لك قالوا لي الفلوس بغات الفلوس مشات عند واحد السيده. هذيك السيده ما عندهاش جابتها عند هذه اختها. هذه اختها قالت لها ما عندي جابوها عندي. لي دبر عليا وهذه بقات تحشم قالت لك ربع ايام. هذه السيده هذه فين تعرفتوا عليها؟ جارت اخت هذه جارتي. جارت اختي. يعني جات عندكم من هالول قالت لكم راه كاين واحد بحال مشروع ولا شي حاجه. هو قالت لك شي جمعيه يعاونوا المحسنين يعني تحطي واحد النصيب يعطيوك 20 مليون 30 مليون هكا. هي اللي قالت يعاونوا المحسنين. ما فهمتش انا هادشي اللي ما فهمتوش هادشي اللي قالت لنا هي. يعطيو اللي ما عندوش يعطي غير هاد الثمن يعطيو له 30 مليون. يعني بحال انت ما عندكش تعطي له 5 مليون يعطيو 30 مليون. هو بحال هكا اللي قالت لي هي في الاول. هو بحال هكا. ومسجله هي وبنتها. ايوا في الاول فاش المهم عطيتهم ثلاثه خطره واحده في الاول عطيتهم في الاول 600 واحد شويه قالت لك لا راه قالنا ثلاثه وزدت ديت لهم الفلوس كملت لها ثلاثه راك شفت الفيديو راني ايوا بقى صافي راه قالوا لي زيدي هذه 250 مره 300 هذا الفلوس بزاف باش يحسبوهم باش يخرجوهم قال لي خصك تحطي حطي ترفدي حنا بقى الامل ديالنا باش غادي تحط هاد النصيب ترفد واحد النصيب نصيب كبير وبقينا هكاك. وهي شحال قالت لكم مده زعما باش تعطيكم هذاك النصيب؟ هي في الاول قالت لي غير 4 ايام غير 5 مليون ويعطيكم غير 4 ايام قالت لك غادي يعاونوا المحسنين المحسنين يعطيو هذيك الجمعيه وتعطيكم نتوما 26 في شهر 12 2019. قالت لك خص ما يدخلش عليا العام الجديد تنكون يعني خصني باش ما يتبدلش ما نعرفش كانت هي. وانتوا شحال من وحده اللي نصبوا عليكم بهذه الطريقه هذه؟ نحن انا اللي كنت ندبر لها الفلوس على صحاباتي على احبابي على نسابي على ولاد اختي على هذه الجيران كنت بقيت ندبر لها خسر حصلت معاها قلت ندبر لها نكمل معاها وزعما مرا كبيره ما نويتش دير هكا. الا ما كانش قلت لها زعما خالتي الا ما كانش كيفاش غنديروا قالت لك الدار نبيع الدار الشاري راه واقف دائما تقول لك الشاري واقف. دابا هي هاد الناس حتى هي ناصبين عليها ولا هي مشاركه معاهم؟ المهم هكا هي تقول لك عيل الاثنين هو جا الاثنين الثلاث الاربع الخميس هو لقاها الجمعه السبت حتى الاثنين وبقات هكاك غاديه درك يومين هذا. ما شكيتوش البوليس؟ لا عاد ما درت والو عاد ما درنا والو عاد. ما درتيش حتى شي حاجه؟ لا عاد ما درت حتى حاجه دايره هاد غدا الاثنين قال لك غدا عاود ثاني الاثنين غدا نهار الاثنين هذا قال لك الاثنين انا قلت لها اخر اجل لا ما كانش الاثنين قلت لها ثلاثه نمشي نشكل. صافي هادشي اللي كنت داير. كانت شاده الفلوس هي اللي كانت شاده هي اللي كانت شاده هي وبنتها واه. شحال هذاك المبلغ اللي تعطي اللي باين فيه؟ هذيك كانت عطيتها في الاول 600 وكملت لها المهم ثلاثه كلشي المجموع ثلاثه راه كاين الصوت ديالي تمايا. هي انا عطيت السيده تهضر. السلام عليكم. شرحي لنا انت نهار الاول فين تعرفتوا على هاد السيده؟ هادي جارت اختي وقالت لك راه زعما بغات الفلوس وجابتها لي اختي قالت لي اختي هذه راه بغات شي فلوس تعطي لشي جمعيه باش يعطيو لها. وقالت لي كيفاش فهمينا هاد الجمعيه؟ هاد الجمعيه قالت لك راه سيدي كانت بنتها تخدم في الصناعه وكاع اللي كان يخدم في ديك الصناعه زعما يعطيو لهم يعطيو ثلاثه وتعطي هي يعطوك 20 30 مليون. تعطيها ثلاثه مليون؟ تعطيها لها في الاول وزعما باش يسجلوك بها ويعدلوك باش يعطيوك كذا. وجات حاجه الدعم من الدوله؟ واه ما نعرف. ومين عطات لها؟ عطات لها قلت لها انا ما عنديش وجبتها عند الاخت وقلت لها ودي هاد المراه كيفاش كيفاش قالت لي زعما نعطي لها مسكينه الى زعما غير على 4 ايام نعطي لها ولا 4 ايام دروك راها ف الاول على اساس غير سلفت لها غير سلفت لها غير 4 ايام ودروك تقول لها زيدي لي حتى وصلت 10 ودروك تقول لها غير الاثنين ثلاثه من الاثنين حتى للجمعه صافي تقول لها القادم السبت والحد الاثنين هكا راه حنا شحال دروك من عام هي تعرف الحساب. واه انا ما عارفينش هكا قولي له فوق كنصيفطو اللوطو قولي له واش تيقول واش مرة رسلها في الطاكسي الوجدة واه الطاكسيات السيدة هذه تلاقي الميكرو شنو السيدة في هنا بنت بركان؟ لا بنت بركان لا هي تكون هنايا واه. فاش كنتي صيفطت لها في الطاكسي في الوجدة؟ في الطاكسيات كانت شدتها طاكسيات ورسلها في الطاكسي نصور لها النمرة يعرضوا للطاكسي تما يشدوا صيفطي لها فلوس مع مول الطاكسي واه. وش مرة كنا أكثر هي لكن النص الكبيرة كنت نعطي لها نتلقى معاه هنا كنت نعطيهم لها في الدار شفت لها شي حاجة في البنكة ولا مستلم؟ واه عندي واحد شي وريقات اللي رسلتها في البنكة ورسلت لها واش ربعة ولا هكا ماشي شي حاجة كبيرة ونص الكبير كنت ندي لها حتى للدار راك شفت راني مصورة معاها في الدار واه درت فيها الثقة زعما مرة كبيرة ما نويتش دير زعما هكا.
ودوكا مش خبر بلي بزاف تاع الناس اللي داي عليهم الفلوس ولا غير انت؟ ماديه ماديه على العائله بزاف. ديت ما تقول هي دات منا دات منا اليوم راه بقاو. قالت لنا راني 24 مليون اللي سالوا لي، قالت لك راني ديت على اختي وعلى الفاميليا وعلى وانا ما عارفينش علاه. يعني كاع الناس تقول لهم نفس الهضره وتدي لهم الفلوس. واه درك راه قالت لك دات المحامي والمحامي اللي دخلاتو. وهم تدي هاد الفلوس ما عارفين تديهم، ماشي مرا كبيره زعما معقوله. واه ولكن هادو اللي يديو لها ما عرفت شكون. قالت لك راهم حجاج وراهم وما نعرف. حجاج؟ قالت لك حجاج يعني يجوا بالرباط. قالت لك ماشي يجوا تاع اليوم صغار يعني. واه يجوا الناس جايين من الرباط. واه جايين من الرباط. قالت هي تقولها. يعني هي دات. هي ما تحكي هي. مليون وناس اخرين. ماديه ماديه على حبابها عادي كله على ما قالت لك. المهم هي ما تقول، قالت لك وصل 24 مليون. وما قالت لنا هي. من على حبابها وكل شيء. هي ما باش تعطيهم 24 مليون باش هما يعطوها 100 مليون. هي درك ماشي بعد شدوها بقى يقول لها حتى ترفدي. انا درك بعد صوني لي نقول لها الزهره غيتيني راني حط راه حطوا الناس وراهم رفدوا. نقول لها بصح رفدوا نمشي نجري نطبر لها رسلها وتقول لي دير راهم يرفدوا. ولكن انت اللي مات الواله ملي عطيتي لها وما ما رفدتش. درك يقول لها زيدي يقول لها زيدي كيقول لها زيدي ترفدي لها غدا غيجيبي درك غدا وهي تزيد عليها وهذه تعطي لها. واه قلت لك ب 2019 شهر 12 29 وانت هي كل مره كتعطي كل مره نعطي لحد المهم ريضنا هذه شي شهور درك اللي ريضت عليها صافي صافي اي ما بقيت ما نعطيها كلشي دوك الجيران راهم يقول لك عطيني كل رايز كاع على راسي. كيفاش اللي كانت قالت لكم النهار الاول كنعطي فلوس من هنا؟ عندي الشهود راه عندي هذه اخت وعندي اختها ثاني كبيره كما قال كبيره يلاه رجعوا يعطيوها انت انا ما ممكنش انت ما عطاوها ما حتى شي حاجه وقفي ما وقفتش تقول لها وقفتي ما درك هما دارت المحامي قالت لك المحامي درتو انسحب لي ما بغاش يقولها تا هو زيدي ما قالت هي الله اعلم انا نهضر نقول لها تا هو قال لك زيدي واش هما واش الله اعلم ما عرفناش واش تقول لنا احنا ما مشيناش معاهم ما عرفناش هذا البلايص نعم ما عارفين عليها جميع المعلوم فين ساكنه لا عارفين الدار قلت لك انا كنت نمشي عندها حتى للدار وحده هنا يعني واه معها الورقه دوك انا باش كاع قلت لها سميتك الا ما كانش خالتي هاد زعما هاد الجمعيه وكل شيء قالت لي الدار الشاري راه واقف الشاري راه واقف دائما تقول لك الشاري واقف هو بعد قلت لها ما كانش درك راه الناس بغاو فلوسهم وانا راه غير واش توصليني شي كارثه واه توصلني المشاكل قلت لها ديري قلت لي الناس راهم كيجيو عندك كيقول لك رجعي واه بيعي الدار قالت لك ثاني الكريم غاش يخرج لها درك دارت السباب عندها واحد الكريم غاش يخرج لها ثاني بالدار قلت لها غادي نشكي بك نبلغ الامن قلت لها راه غادي قالت لها انا ما جبتيش نهار ثلاثة نشكي نهار الاثنين هاد الاثنين حاجه هي كان ماما عليكم تشكيو خصكم تشكيو كبيره ايوا داير ان شاء الله ثلاثه ان شاء الله يفوت غدا هي قالت لك غدا عاود ثاني احنا نستنى واثنين وغدا لحد اثنين ان شاء الله لا ما شنو الرساله اللي تبغي توجهها لهاد السيده انا بغيت وانا بغيت رزقي يولي لي رد رزق الناس وصافي هادشي ما بغيت راني كما قال عنبيه على اللي خلقني